انطلقت حملة المقاطعة الأربعة في ساحة برشلونة، تم توزيع أكثر من 700 تراكت. بعد كلمونا كانال بلوس، زوز دو جورناليست فرانسيز ومعاهم ان جورناليست تونيزيان، مشينا وين محطة المترو 4 و 5. أول ما بدينا نصوروا يعني بدت الحكاية تولي ميدياتيزي، دخلوا ميليشيات نتاع النهضة بدوا عملوا بلبلة في وسط الجروب والكل. من بعد تفرقنا، ومن بعد دخلوا زوز بوليسية فكونا لي تراكت. من بعد كي بعدنا على الجروب كلمناهم قالوا لنا رانا في مركز برشلونة متوقفين وهم مش عارفين علاش وقتاش باش يسيبوهم. كنا نستنوا حتى 9 أو 10 متاع الليل، من بعد خرجوا قالوا لنا راهم عملوا لهم محضر فيه توزيع منشور من طرف جمعية غير مرخص لها. واليوم نستنوا في المحكمة على أساس أنه ما فماش حتى تعقيدات في المسألة القانونية، لأنه الاستدعاء في حد ذاته فيه مخالفات قانونية. دونك دخلوا زوج محامين مع المجموعة اللي توقفوا وعدوا لهم نفس المحضر متاع البارح اللي هو توزيع مناشير من طرف جمعية غير مرخص لها، ومازلنا نستنوا في القرار متاع في الجمهورية. ما رأنا إلا بعد بعض الدقائق، كيكا يمكن 10 دقائق، تم تحويتنا من قبل عناصر الأمن ذوما اللي هما بالزي المدني. أول ما بدأت العملية كانت في إطار هل يحق للقناة الأجنبية هذه كونها تغطي العمل هذا، هل عندها تصريح بالعمل الصحفي الميداني هذاك أم لا؟ قاع معناها استحابنا لكل مركز الشرطة اللي في المحطة بتاع ساحة برشلونة، وبدأت التحريات معنا. المرحلة الأولى التحريات شملت أساسا الطاقم الصحفي والتثبت في اللورد ميسيون بتاعه. قعدنا ننتظره داخل المركز ذاك حتى قدوم زوز عناصر، أساسا عنصر من وزارة الداخلية ما نعرفش شنو المهمة بتاعه باش كان مكلف، عاود فتح معانا تحقيق صغير وقتها. في التحقيق هذاك قعد يسأل شنية المنشورة ذي من اللي كانت معناها المسألة متعلقة هل معناها يمكن للطاقم الأجنبي باش يغطي التظاهرة هذيك أم لا. تحول الأمر اللي كونه هل المنشور هذا معناها قانوني والعمل اللي قاعدين نقوموا فيه في إطار القانون اللي هو القانون القمعي أساسا اللي يحرم الحريات اللي حد منها اللي يقمع الحريات أساسا، ما خليناش نخدم على راحتنا معناها. تفاجأنا بدخول مجموعة من الأمنيين، وأظن معناها 5 أنفار وينتميوا للفرقة العدلية، أي لا صلة لهم معناها بما هو سياسي ولا عمل جمعياتي ولا حقوقي ولا اليوم. لاحظنا حتى في الفرقة هذه كيف جات معناها وكأني بها جات معناها باش تقبض على مجرمين معناها بتاع حق عام، معناها جايين ناس محضر رواحها للضرب تغزر معناها في خزرة بتاع يحب يقوم عليك بفعل معناها حتى معناها عنده فكرة مسبقة. خطر الناس هذه كما قلت لك ما هيش معناها ما تتعاملش مع فئة معينة عندها نشاط سياسي معين، بل تتعامل مع مجرمين، تتعامل مع ناس معناها اللي تخالف القانون واللي طعنا بقضايا الحق العام مش بينا نحن. دخلنا للمكتب متاعه ومعناه وفي إطار الاستجواب أول ما طرح علينا مسألة المنظمات هذه هل هي مرخص لها أم لا، الانتماءات متاعكم، قديش عندكم من منشور، من وقتش توزعوا، قديش قاعدة الكمية، قديش وزعتوا. هذه هي معناه يمكن الأسئلة اللي توجهت، هذه هي معناه العملية كيفاش تم. ثم معناها أغلق المحضر باستدعاءات السيد وكيل الجمهورية باش يكمل الإجراءات نتاعو، إحالتنا على وكيل الجمهورية باش يكمل الإجراءات نتاعو. هذه هي معناها العملية كيف صارت. احنا في الملتقى معناها قلنا راهو نقاطعوا الانتخابات على خاطر احنا ننتمي للأغلبية وصوت للأغلبية، لانه الاغلبيه ماشي باش تمشي تنتخب. قلنا نقاطعوا الانتخابات لان مع الناس
الناس يعتبروها مش تجيب لهم حتى شيء، الناس يعتبروها متحكمة فيها فرنسا وأمريكا وألمانيا وقطر وبعض إمارات الغاز الأخرى والأحزاب المرتبطة بها. الناس يقولوا رأي الانتخابات مش تحل لنا معضلة مليون بطال، عندهم حق. الناس يقولوا الانتخابات مش تتحاسب لنا جهاز القضاء الفاسد اللي خرج القناصة واللي تسببوا في قتل الشهداء وجرح الثورة. مش معهم حد شيء القوى الثورية. القوى الثورية من نهار 14 جانفي في 2011 وعملية انقلاب مدبرة مخطط لها تدور للقضاء على كل نفس مقاوم والقضاء على مهمات 17 ديسمبر. مهمات 17 ديسمبر التشغيل، المحاسبة إلى غير ذلك، السيادة على القرار والسيادة على الثروة. هذا ما جبناش احنا راهو، احنا خذيناه من سوفل ريفولوسيونير نتاع 17 ديسمبر. احنا ضد الانقلاب، احنا من النهار الأول نقولوا الانقلاب. معناها كان تفتشوا بالباهي وتشوفوا بالباهي تلقاوا راهو نكتبوا ونخرجوا في الكتب وعندنا مواقع وعندنا يعني نشريات، ولكن هذا لا ينتبه له الاعمال الاعلام هذا اللي يسموهم اعلام العار او الاعلام، ومش اعلام العار، هو راهو اعلام مرتبط يحرس مصالح الطبقه المهيمنه ويحرس مصالح هذوما. الفكره المركزيه في ان هذه الانتخابات المقبله في 26 اكتوبر تحكمها الثلاثيه مترابطه ارتباطا جدليا، الا وهو سيطره المال السياسي الفاسد ودور أدوات أو وسائل الإعلام المرتبطة بالأحزاب المتنفذة والتدخل الإمبريالي. من جهة أعداء الشعب يريدون انتخابات حتى يضفوا مشروعية برلمانية على تواجدهم في الحكم، وبالتالي لا بد من وجود شرعية شعبية تناضل وتواصل المشوار من أجل النضال، من أجل المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومن أجل أيضاً تأميم تركة الفساد على الأقل منذ الإصلاح الهيكلي لسنة 1986. في اعتقادنا أن البرلمان القادم هو برلمان رموز بن علي، برلمان رموز النهضة، برلمان رموز المال السياسي الفاسد. وفاءً منا لدماء الشهداء، نحن اليوم نقاطع، وارتباطاً منا بمصالح المفقرين نحن نقاوم. وما حصل بالأمس أو اليوم نحن لا نستغربه، لأننا نعتبر بأن منظومة الفساد والاستبداد والعمالة والاستغلال ما زالت قائمة الذات.